FM. الكلمة ليك. مع احترامي للأشخاص هؤلاء الذين جاءوا في فرقاطة إلى طرابلس وعينوا من الخارج نفسه بدون أي كفاءة في بلد يحترق ليس لديه خبرة سياسية ولا حتى اقتصادية. رغم هذا نحن تحصلنا بموقف البرلمان، نحن اعترفنا بالبرلمان الليبي رغم أننا لم ندعى للمشاركة فيه، ولكن من أجل ليبيا ننحني ونقدم تنازلات. البرلمان لم يعترف بهذه الحكومة. الديمقراطية في شعبها الغرب كان ينبغي أن هذه الحكومة تأتي لتقسم اليمين أمام البرلمان لكي تدير البلد. هؤلاء بدأوا يتصرفون دون شرعية قانونية أو ديمقراطية كما يدعون، وكيف لنا أن نعترف بها؟ يعني هذا منطق الحقيقة. إذا كان سابقة خطيرة إذا أرادوا أن يأتوا بحكومة ويفرضوا على الليبيين، وهذا السبب الفشل يعني المتكرر، وهي قضت سنة الآن وكان ينبغي أن تنتهي مدتها، ونفاجئ بسيد كوبلر يقول لا هي لم تبدأ بعد. إذن هذه القرارات التي اتخذت وهذه الاجتماعات وهذا التأييد الدولي ما هو شرعيته هذه السنة الماضية وهذه المليارات التي صرفت؟ يعني حتى الطفل لا تنطلي عليه هذه الخزعبلات التي يقودها السيد كوبلر. وكما قلت لك هو الغرض منه إدارة صراع في ليبيا ليقتل الليبيون أنفسهم بعضهم البعض ويدمروا هذه المنطقة، وهو صراع على الخط الأخضر تدمير الإسلام من أفغانستان حتى المغرب. هذا واضح جدا من خلال هذا البرنامج، وما لم يطلع بديل سوف يكون هناك الأيام الحبلة بالمفاجآت. هذه الأمة لن تموت وتدافع عن نفسها أمام هذه الحملة التي لا تبقي ولا تذر. لقد دمروا 4 جيوش، لقد شردوا 14 مليون مواطن عربي ومسلم، لقد نهبوا أو أخذوا أو دم أو نصفت 100 مليار دولار من هذه الأمة، والحبل على الزرار ولن يستثنوا أحدا. وما زلنا العالم يتفرج على هذا ويدير كما أقول، وأؤكد على هذه النقطة مهم جدا، إنهم يدورون الصراع في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا ولا يريدون إنهاء هذه المشاكل. مش ممكن إحنا تنطلي علينا هذه الخدع 5 سنوات ومستمرين في تدمير بقايا الأمة والانخلاص منها لكي يتفردوا بها، وهذا واضح. يعني سيد أحمد، يعني الآن يعني يجري الحديث عن ورقة قوية الآن في ليبيا، وهي ورقة السيد خليفة حفتر. يعني السيد حفتر يعني في مؤشرات أنه يتقدم نحو الغرب في حالة تعب عامة، وهكذا تأتينا الأخبار عن طريق وكالات الأنباء والتقارير الصحفية، لا نعرف إن كان ذلك حقيقة الوضع على الأرض أم لا. الكلمة ليك.